طيب عايز بس اتكلم تاني في موضوع محمد عبد الشافي اللي انا فتحته من يومين ثلاثه، وانا زعلان جدا من احد الاعلاميين الكبار اللي انا بعد ما قلت الموضوع بحوالي تلت ساعه وانا على الهوا اتنقل في برنامجه على الهوا كأن هم اللي قالوا، لكن مش مشكله القصه دي. لكن كلمنا احد المسؤولين في نادي اهلي جده، احد المسؤولين الكبار في نادي اهلي جده، قال فعلا ان هو تلقوا اتصال نادي اهلي جده من الاستاذ عصام سراج الدين اللي هو مدير التسويق او التعاقدات في النادي الاهلي، فحبينا نطلع الراجل معانا على الهوا، فهو قال لك انا مش مسموح، يعني المسؤول في نادي اهلي جده قال لك انا مش مسموح ان انا اتكلم في النقطه دي. لكن حصل فعلا اتصال ما بين النادي الاهلي وما بين الاهلي المصري وبين اهلي جده بخصوص محمد عبد الشافي. وتعالوا كده برضه عشان يعني لما بنقول حاجه بتبقى يعني ما حدش عارفها خالص، وبعدين بيبدا بعد كده مصر كلها اتكلمت في الموضوع ده. تعالوا نشوف احنا قلنا ايه يوميها على موضوع محمد عبد الشافي. عايز اقول خبر كده بس يعني مش عارف اقوله دلوقتي ولا في برنامج بالليل، خبر هيسخن الدنيا شويه. خليني كده اعمل لكم شويه سسبنشن، اثاره كده وتشويق نقوله بالليل، ولا ايه يا كابتن هادي؟ مش انا هو الخبر يخص مين يعني؟ لا انا سامع كده حاجات في الكواليس ان النادي الاهلي بي في مفاوضات مع محمد عبد الشافي لاعب اهلي جد. ده هتقوله دلوقتي ولا ما انا قلت بس هقول التفاصيل بالليل. قوله بقى بالليل، قوله بالليل. بالليل صح؟ بالليل. انا سامع كده في كلام يعني. مفيش حاجه قوله بالليل. الاهلي محتاج باك ليفت. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن كريم. طب ليه اتعمل ضجه؟ ده راح هنا وده راح، مش عصر احتراف. طب ايه المشكله بقى؟ اللي يروح اهلي او يروح زمالك. هو كان في الزمالك ولعب فتره في الزمالك وبعدين راح اهلي جده. ايه المشكله؟ بس هو القرار في ايد اهلي جده واللاعب يعني. طب برضه ناخدها بمنتهى البساطه العمليه، مش حاجه جامده على فكره. احنا في انديه، انا بصرف النظر عن اهلي وزمالك، في يعني بنأجج مشاعر الناس وبنخلق في بعض الاوقات عداوات يعني. يعني ساعات دايما اقول لك الاهلي بيسرق لعيبه الاسماعيلي. يعني ايه بيسرق؟ اللي بيسرق ده ما بيدفعش، لكن انا لما ادفع واخد السلعه بتاعتي. طب ايه المشكله؟ فلازم نفهم عمليه الاحتراف صح عشان كمان ما نسيرش الجماهير يعني. أي. فانا شايف الموضوع سهل وبسيط يعني. سواء هنا او هنا يعني. هو الاهلي محتاج باك ليفت يا شوقي من وجهه نظرك الفنيه؟ لازم يكون في باك ليفت. على حسين السيد وصابر رحيل؟ ايه المانع؟ ايه المانع يبقى عندك اثنين ثلاثه كويسين في مركز واحد؟ المانع؟ مفيش مشاكل خالص، بدل هيفيد الفريق وفي مصلحه الفريق خلاص. خلي بالك الزمالك برضه محتاج باك ليفت. ومنتخب مصر محتاج باك ليفت. هي دي بقى، هي دي الكبيره. محمد عبد الشافي هي دي الكبيره. مستر كوبر بيلعب بحماه طلبه، وحماه طلبه اساسا مش باك ليفت، رغم كده ان هو ادى النواحي المطلوبه منه يعني. لا بس موضوع المنتخب مختلف، مش عايز ادخل فيه، ما انت ما تحبش ادخل فيه، لكن ده عنده قاعده كبيره جدا ان هو يعمل باك ليفت واحد واثنين وثلاثه. بس انا ما اعرفش يعني، مش هتخلينيش اتكلم. لا يعني انا بالنسبه لي هو انا نادي ماشي خلاص، انا في قايمه عندي فما اقدرش اقدر اعمل فيها حاجه. كابتن هادي اتصاب واحد، ما اقدرش اعمل ايه؟ ممكن اجيب واحد بيلعب باك رايت، ممكن اجيبه باك ليفت. لكن انت عندك منتخب مصر يعني، عندك قاعده، عندك اعمل لعبوا ماتش ودي واثنين وثلاثه واربعه عشان يبقى لاعب منتخب. مش اي حد بيلعب منتخب مصر، فلازم تلعبه مره واثنين وثلاثه. بلاش يبقى هو الاول، يبقى البديل، البديل واحد واثنين وثلاثه برضه. لا انت عندك قاعده كبيره جدا، انت من كل مركز اربعه. حصل الحاجه اللي طلبه هنلعب بمين؟ زي اللي حصل معانا شايف اتعور، ما لقيتش باك ليفت. لا وكان برضه صبري في الماتش الاخير حصل له حاجه، كان صح؟ كان عيان. واصلا عبد الشافي مش موجود. نتخيل بقى طلبه حصل له حاجه في الماتش، نلعب بمين؟ فاهمني؟ مفيش حد خلاص في مصر كلها، مفيش واحد انت جهزته يبقى الثاني الثالث الرابع او هو يقدر يلعب باسم منتخب مصر. لا ده حاجه مش يعني، انا بالنسبه لي مش منطقيه. حتى لو هو احسن واحد في العالم لازم توجد له بديل. لازم كابتن عمر اكيد كان عنده، لازم يعمل بدايل، لازم يكون ليه بديل واحد واثنين وثلاثه، وده منتخب مصر بقى مش نادي. طيب فرص هبدا منك يا شوقي، كل مره ببدا بكابتن عمر وكابتن هادي وفرصتك في طيب